السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ الله يجزاك الخير، اعتمرت انا وزوجتي رمضان اللي فات. كان في زحمه في الصحن، ما قدرنا نصلي ورا خلف المقام مباشره، صلينا في محل بعيد. كملت عمرتي انا وزوجتي، وبعد السعي رجعنا حصلنا في محل ورا المقام مباشره، صليت انا وزوجتي. وش حكم ذا يا شيخ؟ تكفي الصلاة الأولى الله يسلمك، ما يخالف، صل في أي مكان يتيسر لك، ما هو لازم عند المقام، ما دمت صليت فالحمد لله يكفي هذا. الله يجزاك خير يا شيخ. طيب.